ثم ها هنا نحن اليوم نستقبل خلال الأيام القادمات ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضله لما قال كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الذي رواه مسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من عشر ذي الحجة. قيل: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. إن من خصائص هذه الأمة أيها الإخوة الكرام أن جعل الله تعالى أعمارها أقصر من أعمار الأمم السابقة، لكنه سبحانه وتعالى عوضنا بمثل هذه الأوقات الفاضلات، فإننا أقصر منهم أعمارا لكننا نسبقهم في يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الترمذي وابن ماجه مبينا حال الأمة في أعمارها، قال: أعمار أمتي ما بين 60 و70، وأقلهم من يجوز ذلك. وقد كانت الأمم السابقة ربما عاش أحدهم 1000 سنة أو 2000 سنة أو ربما عاش أكثر من ذلك. ألا ترى أن نوحا عليه السلام كانت فترة دعوته فقط قريبا من 1000 سنة، فما بالك بما عاش قبلها وما عاش بعدها. قال الرازي رحمه الله تعالى: اعلم أن من أحياها، وهو يتكلم عن ليلة القدر، قال: اعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله نيفا 80 سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة. يتكلم عن ليلة القدر التي قال الله تعالى فيها: خير من 1000 شهر، فما بالك أيضا ببقية الأوقات التي جعل الله تعالى فيها الأعمال مضاعفات. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى الذي روى الحديث عن ابن عباس في فضل 10 ذي الحجة قالوا: كان إذا دخلت 10 عليه اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد أحد أن يصل إليه، يعني ينشغل على الناس، ينشغل عن الناس بقراءته وصلاته وكثرة تسبيحه وانفراده بالعبادة، حتى لو أراد الناس أن يجالسوه لما وجد لذلك وقتا، كما عند الدارمي بإسناد حسن. وروي عن ابن جبير أنه كان يقول: لا تطفئوا سرجكم أيام 10، كناية عن المواصلة في القراءة والقيام والصلاة. قال ابن حجر في الفتح: الذي يظهر أن السبب في امتياز 10 ذي الحجة على بقية الأيام لمكان اجتماع أمهات العبادة فيها، فإنها يجتمع فيها الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيرها. فإنك لو جئت إلى رمضان لاستطعت أن تجمع فيه ما بين الصلاة والصيام والصدقة والقرآن، لكنك لا تستطيع أن تحج في رمضان، فأنت تفوت عبادة عظيمة ولا تجمعها مع هذه. أما خلال هذه 10 فتستطيع أن تجمع أصول العبادات، فأنت موحد بشهادتيك وتصلي وتصوم وتتصدق وتحج، لذلك فضلت على غيرها. وروي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد فيه مقال أن العمل في 10 يعدل عمل 1 سنة كاملة. وقد قيل إن أفضل الأشهر في السنة هي الأشهر الحرم، وأن أفضل الأشهر الحرم هو شهر ذي الحجة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فجعل صلى الله عليه وسلم الشهر الذي كان فيه وهو شهر ذي الحجة جعله شهرا محرما مفضلا على غيره من الشهور. ولا شك أن أفضل أيام هذا الشهر، أعني شهر ذي الحجة، أن أفضل أيامه هي الأيام 10 التي تكون في أوله، أقسم الله تعالى بها في كتابه، فقال جل في علاه: والفجر وليال 10. قال ابن كثير رحمه الله: الليالي 10 المراد بها 10 ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف. ومن فضائلها أنها الأيام التي أكمل بها موسى عليه السلام موعده للقاء ربه جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها 10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. ذكر المفسرون أن الله تعالى واعد موسى 30 ليلة فصامها موسى عليه السلام، واعده لأجل أن يكلم ربه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى:
وكلمه ربه. فقد كلم الله تعالى موسى كلاما يليق بجلال الله تعالى وعظمته. ذكر المفسرون أن موسى عليه السلام استعدادا لذلك اللقاء العظيم صام تلك الثلاثين ليلة، فلما أتمها استاك بلحاء شجرة ليطيب فمه، فأمره الله تعالى أن يصوم 10 أيام فصام 10 أيام. قالوا: والثلاثون يوما التي صامها موسى عليه السلام هي ذو القعدة، والعشر التي صامها بعد ذلك هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، واليوم الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه السلام هو يوم الحج الأكبر، هو يوم النحر، أفضل الأيام عند الله تعالى. أيها الإخوة الكرام، وآخر عشر ذي الحجة هو اليوم العاشر الذي أكمل الله تعالى فيه الدين وأتم فيه الشريعة، كما قال سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة، كما في البخاري عن طارق بن شهاب عن عمر رضي الله تعالى عنه، وقيل نزلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر، وهو خير الأيام عند الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، ويوم الحج الأكبر هو يوم النحر. قال سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. ويوم الحج الأكبر هو خلال هذه العشر، ويوم عرفة هو خلال هذه العشر، وهذه العشر هي التي خصها الله تعالى بعبادات متنوعة. من فضائلها أن فيها ذلك اليوم العظيم، أعني يوم عرفة، وهو يوم عظيم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن صيامه يكفر سنتين، كما في حديث أبي قتادة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. ويوم عرفة هو اليوم الذي أقسم الله تعالى به في كتابه، فقال جل وعلا: وشاهد ومشهود. قيل الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة. وما من يوم يعتق الله تعالى فيه الرقاب من النار أكثر منه في يوم عرفة، لأنه سبحانه يدنو من عباده ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف، كما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو فيباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء. وفي المسند عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله تعالى يباهي ملائكته بعشية عرفة بأهل عرفة فيقول: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. وفي الموطأ من مراسيل طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض منه في يوم عرفة، وما ذاك إلا لما رأى من تنزل الرحمة وتجاوز الله تعالى عن الذنوب العظام. قال: إلا ما أري يوم بدر. قيل: يا رسول الله، وما رأى يوم بدر؟ قال: فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه رأى جبريل يزع الملائكة. ويوم عرفة أيها المؤمنون هو يوم الوقوف والتضرع والإنابة والانكسار إلى الله جل وعلا، ويستحب في يوم عرفة الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لما عند الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال الترمذي حديث غريب، وحسنه الألباني رحمهم الله تعالى جميعا. أيها المؤمنون، لهذه الأيام العشر أحكام خاصة، منها أنه إذا دخلت العشر وأراد أحد أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظفاره، وفي رواية: ولا من جلده، كما في صحيح مسلم وغيره من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك. وقيل في حكمة ذلك أنه لما امتنع الحاج خلال إحرامه
من أن يأخذ من شعره وأظفاره حتى يذبح هديه أو حتى يرمي الجمرة حتى يتحلل، فإن غير الحاج مأمور أن يشرك الحاج في مثل ذلك فيمتنع عن أخذ شعره وأظفاره. وكذلك في هذه الأيام يستحب الإكثار من العبادات خاصة من ذكر الله جل وعلا، كما في الحديث لما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن العشر قال: فأكثروا فيهن من التسبيح والتكبير. وفي قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وماذا يفعلون؟ ويذكروا اسم الله متى؟ في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. جمهور العلماء على أن المراد بهذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، قال بذلك ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد وعكرمة، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وهو المشهور عن أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. يستحب الإكثار فيها من التكبير والتهليل والتحميد كما قال صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن. لم يقل فقط سبحوا وهللوا وكبروا، وإنما أمر بالإكثار، قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. والذكر عموما له فضل عظيم، ألم تسمع إلى قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد في مسنده لما قال صلوات ربي وسلامه عليه: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. وكان صلى الله عليه وسلم يوصي بالذكر من استوصاه من المؤمنين، كما عند الترمذي أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. قال ابن القيم: الأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون الصوم. ثم قال: والأفضل في أيام عشر ذي الحجة الإكثار من التعبد، لا سيما التكبير والتهليل والتحميد، فهو أفضل من الجهاد غير المتعين. فالأفضل في كل وقت وحال إيثار مرضات الله تعالى في ذلك الوقت والحال. ويستحب فيها، أعني في عشر ذي الحجة، التكبير. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم الإكثار من الدعاء والذكر والتكبير في عشر ذي الحجة، وكان يأمر بذلك. والتكبير على نوعين: منه التكبير المطلق، وهو أنه منذ أن تدخل العشر يكثر الإنسان من قول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. والتكبير المقيد هو في حق غير الحاج من فجر يوم عرفة، يبدأ يكبر ما بعد الصلوات، يرفع بذلك صوته إلى آخر أيام التشريق، إلى صلاة العصر، يعني إلى 13 من ذي الحجة. أما في حق الحاج فإنه لا يكبر بعد الصلوات، وإنما يلبي حتى إذا رمى الجمرات قطع التلبية، وابتدأ التكبير المقيد بعد الصلوات في حقه من بعد صلاة الظهر من يوم النحر، أعني في يوم العيد. وصيغة ذلك التكبير كما تقدم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. قال الشافعي: إن زاد فقال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، والله أكبر، إلى غير ذلك. قال الشافعي: إن فعل ذلك كان حسنا، كما ذكر ذلك ابن القيم في زاد المعاد. فهذا ذكر مقيد ومطلق، ويستحب الإكثار منه في هذه العشر. من المستحبات في هذه العشر الصيام، صيام عشر ذي الحجة، كلها مختلف فيه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، رواه مسلم. وقالت حفصة رضي الله عنها: أربع لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعهن: صيام يوم عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعتا الفجر. ذكره الإمام أحمد
وفي سنده أبو إسحاق الأشجعي الكوفي وهو مجهول. وذكر الإمام أحمد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم 9 ذي الحجة ويصوم عرفة وثلاثة أيام من الشهر أو الاثنين من الشهر والخميس وفي لفظ الخميسين. قال ابن القيم: والمثبت مقدم على النافي إن صح، لكن الصحيح في ذلك ما ذكره أحمد رحمه الله في بعض فتاويه لما قال إنه يستحب أن يكثر من الصيام فيها، أن لا يصومها كاملة. قال: وذلك لأجل أن نجمع بين حديث عائشة وبين غيرها من الأحاديث، فإن عائشة ذكرت أنه ما صام قط، وذكر غيرها أنه كان يصومها، فلعله صلى الله عليه وسلم كان يصوم كثيرا من العشر، فربما دخل على عائشة في بعض أيامها وهو غير صائم فلم تره في خلالها صائمة، بينما يكون في أيام غيرها من زوجاته يكون صائما صلى الله عليه وسلم. والصوم عموما له فضله، قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ثم قال وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسيرة 70 خريفا. فالصيام في العموم له فضل، فما بالك إذا اجتمعت هذه العبادة مع فضل الزمان الذي تتعبد لله تعالى فيه. من أفضل الأعمال في هذه العشر الجلوس في المصلى بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلى ارتفاعها، وهذا عام للرجال والنساء. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. وفي حديث عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. قال الترمذي: حديث حسن. من أفضل الأعمال في هذه العشر الإكثار من الصدقة، الصدقة على الفقراء، على المساكين، الصدقة بالمال، الصدقة بالطعام، الصدقة باللباس، حتى يجمع الإنسان في هذه العشر بين فضائل متعددة. فتكون في هذه العشر صمت وصليت وقرأت القرآن وجلست في مصلاك وربما حججت أو اعتمرت وتصدقت، فإذا جمعت بين أنواع من الطاعات المتنوعة في هذه العشر كان لذلك فضلا عظيما عند ربنا جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا مواسم الطاعات ونجعلنا فيها من أهل الخيرات. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.